سنة 1956 كانت مفاوضات كبيرة ما بين من جهة الحزب ديال الاستقلال اللي هو كان هو الحزب القوي داخل المغرب، كان عنده تقريبا 80% ديال لاسين بوليتيك، ومن جهة أخرى كانت مفاوضات ديال الأمير مولاي الحسن باسم القصر الملكي، مفاوضات كانت ما بين الأمير وما بين عباس المسعدي الزعيم ديال جيش التحرير في المنطقة ديال الشمال المغربي، المنطقة اللي كانت فيها إسبانيا. هاد المفاوضات اللي كانوا ما بين حزب الاستقلال اللي كان كيتفاوض باسم حزب الاستقلال وهو الزعيم المهدي بن بكر، ومن جهة القصر الملكي كان الأمير ولي الحسن اللي غادي يرجع من بعد هو الملك الحسن الثاني. هاد المفاوضات كانوا مع جوجهم، كانوا مفاوضات مع عباس المسعدي. كانت مسابقة ما بين الأمير مولاي حسن وما بين المهدي بن بركة. الأمير مولاي الحسن بان ليه على أنه هو عباس المسعدي غادي يديه ليه المهدي بن بركة، يعني كان قريب باش يدوز للجهة ديال المهدي بن بركة. ولا جا الله داز للجهة ديال المهدي بن بركة غيدوز معاه واحد الطرف كبير ديال المقاومين، ويدوز معاه واحد العدد كثير ديال الأسلحة. ملي بان ليه بأنه هو خسر القضية، الأمير مولاي الحسن غادي يعطي أوامر لمحمد الغزاوي المدير العام للأمن الوطني والرئيس ديال البوليس السياسي في المغرب ما بين 1956 و 1960، غادي يعطيه أوامر pour la liquidation pure et simple ديال عباس المسعدي، لأنه هو شعر على أنه ما بقى حتى شي أمل باش عباس المسعدي غادي يدوز لجهة القصر الملكي. كان مقبل حتى شي حاجة من داكشي اللي قدم ليه الأمير مولاي الحسن، اللي قدم ليه بزاف ديال الامتيازات وبلاصة كبيرة في الجيش الملكي وقولوا بزاف ديال الحوايج، ولكن عباس المسعدي ما عجبتو حتى شي حاجة من داكشي، وكان اللي فراسو هو اللي فراسو، إنه عباس المسعدي
كان من الناس ديال المبادئ، سيتي انكار دو برينسيب، ملي كيعطي واحد الكلمه ما تيرجعش فيها. وكان هو في 56 كان عاطي الكلمه من قبل 56، ما بين 54 و55 كان عاطي الكلمه لجيش التحرير الجزائري، باش انه هو غادي يبقى يحارب مع جيش التحرير الجزائري، يحارب الجيش الفرنسي في المغرب حتى تستقل الجزائر. وما بين 54 55 جبهة التحرير الجزائري الجزائرية هي الوحيدة للزعماء ديالها كانوا عطوا واحد الإعانة لعباس مسعدي، إعانة في الإزار من اللي عطاه، وفي الحوايج ديال اللبس، وفي الصبابط، وفي الصندلات، وفي المسائل اللي كيحتاجوها في الجبل، لأن هو جيش التحرير اللي كان ديال عباس مسعدي راه كانوا مساكن في الجبل مقهورين، كان عندهم ملابس خفيفة، وعندهم كاين اللي كيمشي حفيان، ما عندو حتى مين يستر جريه، وهز مكحلة وكيقاتل. هاد الجيش ديال التحرير ديال المغرب اللي كان في الشمال راه كان نقول لك غنقول الان اون ارمي دو ليبيراسيون ميزيرابل، كان فريمون ميزيرابل، كانوا غير لي ميزيرابل اللي فيها، تيموتو غير بالجوع. ناقصين بزاف في الماكلة، ناقصين بزاف في اللبس، ناقصين بزاف في الأسلحة. هذا الجيش التحرير اللي كان ديال هادو الفرقة اللي كانت كيحكم فيها عباس مسعدي. عباس مسعدي منين دارو في لين دومير ديالو محمد الغزاوي، وجد ليه واحد الفخ، لا ليكيداسيون ديال عباس مسعدي تكلف بها 100% الشرطة القضاء الشرطة السياسية ديال الساتيام اروندسمون، والضربات اللي تكلف بالتنفيذ ديال العملية وهو لوفيسي دو بوليس حجاج، لوفيسي دو بوليس حجاج اش ا دو جي ا جي حجاج. هاد الضابط كان معروف في هذيك الوقت كمسير ديال الفريق الرجاء البيضاوي ديال كرة القدم، راه معروف بزاف في الأوساط ديال رياضات كرة القدم كمسير ديال الرجاء البيضاوي، هذا حجاج. غيديروا لعباس مسعدي واحد الفخ، هنا هو غادي يشرو داك لونتوراج ايميديا ديال عباس مسعدي اللي فيه الشوفور ديال لابوتور ديالو، الرجال ديال الثقة اللي عنده فيهم، عنده الشوفور ديالو رجل ثقة، وجوج ديال الأشخاص اللي كانوا تكون معاه دائما كوم غاز ديكور. ملي كان عباس مسعدي في هذيك النهار كان عنده موعد مع المهدي بن بركة في مدينة فاس، كان عنده موعد في الفيلا
اللي كت اللي هي المركز ديال هي المركز الإقليمي ديال حزب الاستقلال في مدينة فاس. السيارة ديال عباس المفعلي كانت جاية للمواعيد ديال بن بركة فاس، في الطريق ديالها الطريق كلها جبلية، في الطريق كاين واحد البلاصة اللي فين غادي الطومبيل ملي غتوقف باش ياكلوا شي حاجة ولا يديروا صابو شي برادينتي، هادوك لي كارد كور ديال عباس المسعدي مع الشوفور ديالو تعرفوا على حجاج ضابط الشرطة ديال الستيم رونديسمون اللي كان لبس واحد الجلابية ديال الجبالة يعني مقفزة قصيرة في هاد الرجلين، وكانت عنده مترية تحت منه. منين غادي يركبو في السيارة وغادي يبغو يمشيو يتحرك غادي يوقف عليهم حجاج مع جوج ديال البوليس ديال المقاطعة السابعة لابسين لبس جلابة ديال الجبالة، ما غاديش يهضروا مع عباس مسعدي، غادي يتيروا فيه بميترايات ولو ليكيدي، ميبقاش الأثر ديالهم. ماشي بور لو بليسي، سي اون ليكيداسيون. كونت اون دي ليكيداسيون وهي القتل، ملي كنقولو تصفية ليكيداسيون وهي القتل، ما يمكنش يخلي الإنسان حي. وداك اللي تكلم بمهمة ما كيتفرق على داك الشخص حتى كيعرفو مات، ماشي تيخلي بليسي وتيمشي، تيخصو يصفيه يقتلو قبل ما يمشي. من بعد عباس مسعلي غادي يهزو في سيارة وغادي يدوه لفاس، غادي يوقفو السيارة فم الباب ديال الفيلا اللي كان عندو فيها موعد مع مهدي بن بركة. هادشي وقع في الليل في الفجر، مع الصباح ملي طلع النهار الناس بانت ليهم في السيارة بين هو كاين دم وكاين فيها شخص، علمو البوليس، جاو البوليس لهاد المكان تلقاو جوتا ديال عباس المسعدي. هادشي امام الفيلا اللي هي مكتب جهوي ديال حزب الاستقلال، ولكن هاد المكتب الجهوي ديال حزب الاستقلال عنده كونترا، عنده عقد ديال الكرا وعنده عقد ديال الرد ديال لا ديستريبيسيون ديال الماء ودير لا ديستريبيسيون ديال الضو. هاد العقود كلهم كانوا ما بين الشخص مول الفيلا المالك ديالها وما بين الشخص المهدي بن بركة، وكانوا ما بين الإدارة ديال الشركة ديال التوزيع ديال الماء وديال الكهرباء وما بين الشخص المهدي بن بركة. في هذيك الوقت
جميع البيروات اللي كانوا ديال الحزب الاستقلال في المناطق ديال المغرب، لا في صفي ولا في مراكش ولا في اكادير ولا في وجده ولا في تطوان ولا في طنجة، كانوا كلهم هاد المكاتب كدار الكونترا ديالهم ما بين الملك ديال الفيلا والملك وما بين المهدي بن بركة. علاش؟ لأنه هو إلا بغى ملي كيكري المهدي بن بركة الفيلا تيخصو يدخل ليها المودو، هما الأولين، ولا بغى يدخل المودو تيخصو تكون في سميتو هو الكونترا ديال الكرا، ماشي في اسم اخر بالاخص، ماشي في اسم ديال الحزب الاستقلال. الا كان في الاسم ديال الحزب صعيب عليه باش يمكن ليه يدير شي حاجه بسميه الحزب، تيخصو وكاله رسميه مكتوبه ومسجله عنده، تيخصو سابونتازا. ولهذا باش يهرب هو على هاد السابونتازا كان كيدير هاد الاملاك كلهم ديال الاستقلال، ديال المكاتب الاقليميه ديال حزب الاستقلال، كان كيديرها في الاسم ديالو هو المهدي بن بركه. جميع هاد الكونترات كانت لاكارت ناسيونال ديال المهدي بن بركه هي اللي مسجله. محمد الغزاوي من دار هاد الفخ اعطى اوامر للشرطه، العميد الامن الاقليمي، العميد الكبير، الكوميسار الكبير، شاف لا سيكتي ريجيونال ديال فاس، باش يعمل واحد التحقيق نزيه ويمشي به حتى للحد. هاد التحقيق نزيه باش يمشي به حتى للحد، الحاجه الاولى اللي غيدير هاد الكوميسير رئيس الامن الاقليمي، وهي يكونفوكي المهدي بن بركة ويتسنط ليه في محضر رسمي ديال الشرطة القضائية على أنه كان عنده موعد مع عباس مساعدي، وكان عنده موعد، وقلنا هو هذيك الفيلا ديال الحزب راه في الاسم ديالو هو ديال المهدي بن بركه. المهدي بن بركه في هذه القضيه قلنا هو محمد الغزاوي كان من لي بارون ديال البارتي ديال الاستقلال، والعدو الوحيد ديال هاد لي بارون ديال حزب الاستقلال وهو المهدي بن بركة، كان العدو الأكبر ديال الجميع، هو رجع العدو ديال كلشي بديك الخدمة اللي كان تيخدم، وبداك كان كيجي دائما في الوقت وتيمشي معطل، وكيتسمى لو جوكر ديال لو بارتي. ولكن دوك الناس البرجوازيين ديال الحزب، دوك الناس الفاسيين مولين الفلوس، اللي الفاسيين ديال فاس، والفاسيين ديال الرباط، والفاسيين ديال الدار البيضاء، والفاسيين ديال مراكش، هادو كلهم كانوا العدو ديالهم الكبير وهو المهدي بن بركة. محمد الغزاوي كان بروفيتا بهاد لوكازيون باش يفضي مع بن بركة، يدير ليه نهاية للحياة السياسية ديالو بهاد القضية ديال عباس مساعدي، ويصيفطو للسجن
ويطيح لي السمعه ديالو ويهرس لي الحياه السياسيه ديالو. هذا الشيء في سنه 1956. وفي هذه القضيه ديال عباس مسعدي جوج الناس لعبوا واحد الدور كبير مع الساتيام اروندسمون ديال دار البلديه دار السلطان دار البيضاء مع البوليس السياسي. هاد جوج الناس وهما المحجوبي احضان المعروف في الاحزاب ديال الحركه الشعبيه ورجل ثاني هو دكتور عبد الكريم الخطيب. دكتور عبد الكريم الخطيب المعروف حتى هو في الحركة الشعبية والمعروف كذلك منين في سنوات التسعينات منين غادي يعاون الحزب ديال الإسلاميين اللي فيه بن كيران اللي عاون هذا الحزب باش يكون حزب رسمي. غيدخلهم في الأول بالاسم ديال واحد الحزب كان عنده هو عدة سنين هو ناعس وهو لو موفمون بوبولير ديموكراتيك ام بي دي سي اي كونستيتيوني ام بي دي سي. بهذا الحزب اللي كان ناعس عدة سنوات عاود فيقو عبد الكريم الخطيب في السنوات ديال التسعينات باش اسس بيه رسميا الاسم ديال الاسلاميين اللي مع بن كيران اللي من بعد غادي يرجع رئيس الحكومة وزير أول لعدة سنوات. هاد جوج الناس المحجوبي أحضان والدكتور عبد الكريم خطيب اللي شاركوا في المؤامرة ديالت البوليس السياسي اللي داروا العباس مسعدي باش يتهناو منو راني غنهضر عليهم في حلقات اخرى ان شاء الله. هذا جوج الناس شخصيات سياسيه منافقين جوجهم ورشيويه وصحاب الخطفه وديما غير مع الجهه الطالعه. هاد جوج الاشخاص راني غنتكلم عليهم من بعد. المهدي بن بركه ما خرج من هذه القضيه الا يعني تكرفص فيها بزاف. كان تيخص التدخل الشخصي ديال الملك محمد الخامس اللي بان ليه على انه هو العالم غادي يفقد الثقة ديالو في السلطات المغربية إلى المهدي بن بركة دخل الحبس. ولهذا تدخل بكل الوزن ديالو باش يوقف هاد الأمور وباش المهدي بن بركة ما دخلوش السجن وباش قضية الاساسينا ديال عباس مسعدي غادي تكلاصا في زرفين.
القتلة الحقيقيين البوليس اللي قتلوا عباس السعدي على رأسهم الضابط حجاج بقوا مع رأسهم ترانكيلمون في الساتيام ارونديسمون بقوا حتى سالاو حتى سدات الساتيام بقوا على رأسهم بقوا في الساتيام ارونديسمون ما بين 1956 حتى 1960 الوقت اللي فاز جيت انا للساتيام ارونديسمون في ديسمبر 1956 هضروا لي بزاف هذوك هضروا بيا الضباط ولا الكوميسيرات ولا الموظفين كلهم تيهضروا على هذه القضيه وعرفت الحقيقه من عند هاد الناس. انا ماشي كنت في الساتيام ارونديسمون في 1956 انا ما جيت للساتيام ارونديسمون حتى الاخير اخر سنه ديال 59 ديال 57 جيت ليها في ديسمبر 1957 هاد القضية ديال عباس مسعدي جهات بزاف ديال الجرائد يهضروا عليها لا في 56 ولا في السنين اللي موراها ولا حتى في السنين في السنوات ديال 2000 ديال 90 و2000 هما تيهضروا على هاد لافير. سنة 2001 و2002 تكلمت على هاد القضية وفصلت كيفاش تا الساتيام ارونديسمون كانوا اللي كيداو عباس مسعدي لان ليكيداسيون ديال عباس مسعدي الامر جاء من عند ولي العهد مولاي الحسن اللي هو اللي عطى الامر من لاحظ على انه المحادثات اللي كانت عنده مع عباس السعدي بان ليه بانه هو ما غاديش ينجح انه هو عباس السعدي ما كانش طماع كان قانع بديك الحياه ديالو وكان عاطي الكلمه هذاك الرجل ديال الكلمه كان عاطي الكلمه الزعماء ديال حزب التحرير الجزائري الناس ديال المقاومه الجزائريه كان عاطيهم الكلمه باش يبقى يحارب مع الجنب ديالهم حتى نهايه الاستعمار حتى يقبطوا الاستقلال ديالهم. وفي 56 كان كيتفاوض مع ولي العهد باسم القصر الملكي وكان في نفس الوقت يتفاوض مع مهدي بن بكر باسم حزب الاستقلال. فهاد المفاوضات طول هاد المفاوضات عباس مسعدي اختار ليبرومون هو الضمير ديالو اختار باش يمشي للطرف ديال حزب الاستقلال باش يكون من الطرف ديال حزب الاستقلال. الامير مولاي الحسن لاحظ على انه هو عباس مسعدي فلت ليه من يديه ما يمكنش ليه يدير اتفاقيه مع 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 القصر الملكي ولهذا أعطى الأوامر لمحمد الغزاوي
بور لا ليكيداسيون ديال عباس مسعدي. محمد الغزاوي اعطى اوامر لجيتو الحسين الصغير الكوميسير ديال الساتيام اروديسمون، اللي من جهتو عين الضابط ضابط الشرطة حجاج باش ينفذ هذه العملية السرية، وهي ديال لا ليكيداسيون ديال عباس مسعدي. هذه هي القصة ديال عباس مسعدي. غادي ندوز المسائل الأخرى.